الأستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام ينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. الأمور لا يبدو أنها تمضي في الاتجاه الذي تفضله السلطة الحاكمة في الجزائر، حتى على مستوى بعض التخصصات التقنية كالقضاء والنقابات المختلفة هناك. أهلا أستاذ أحمد ومشاهدي إكسترا نيوز. بالطبع هذا تطور لافت ويحدث للمرة الأولى، وعلى عكس المتوقع تأتي الرياح بما لا تشتهي سفن الإسراع في إقامة الانتخابات الرئاسية الجزائرية يوم 12 ديسمبر المقبل، والخروج الملفت للقضاء عن النظام الذي كان مرسوما. التغييرات التي تمت قبل أيام طالت نحو نصف أعداد القضاء في الجزائر، وكانت هناك احتجاجات سواء من الداخل أو من خارج السلك القضائي، إذ أن البعض يرى أن مكافحة الفساد، وهو السند الذي استند عليه وزير العدل أو السلطة في الجزائر في إقامة هذه التغييرات القضائية، استندت على مكافحة الفساد، وبالتالي فأن مكافحة الفساد لا تأتي من تغيير أماكن القضاء في وجه نظرهم، ولكن تأتي من استقلالية القضاء، وهذه قضية يلوح بها القضاء في وقت حرج يحتاج الجميع في السلطة الجزائرية إلى التكاتف والتوحد. وأعتقد أن الأيام المقبلة ستفرز تطورات في هذا الأمر بما يصب في صالح القضاء الجزائري. أستاذ محمد، وكأن إجراء الانتخابات الرئاسية هو الغاية في حد ذاتها التي تستهدفها السلطة الحاكمة في الجزائر، لا القضاء يستشعرون براحة ولا أنهم لديهم قدر كاف من الاستقلالية لإجراء هذه الانتخابات أو لممارسة أعمالهم في عمومها. حراك الطلاب لا يزال مستمرا، حراك الجمعات لا يزال مستمرا، بالأمس الكونفدرالية الخاصة بالنقابات العمالية المختلفة في الجزائر كانت قد أقدمت أيضا على خطوة التظاهر. هذه في ضوء كل هذه المعطيات كيف ستجرى هذه الانتخابات؟ الحراك الشعبي في الجزائر القواعد معظمها وإن كان لا يمثل أغلبية إلا أنهم متواجدون في الشارع ويرفضون إجراء الانتخابات بالشكل الحالي في الجزائر. الأمر متروك للصناديق في النهاية. الملاحظ هو أن هناك إعادة تكرار لبعض الكلمات جاءت على لسان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إذ قال إن أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد مرفوض، وأنه يجب على المتطولين الاهتمام بشؤونهم ومشاكل بلدانهم، وذلك في ردا على تصريحات إحدى المسؤولات في الاتحاد الأوروبي بخصوص إقامة الانتخابات ورفض بعض القواعد الشعبية في الحراك الشعبي. رسميا وعلى الأرض انتهت التجهيزات، تمت كل المراحل التي أستاذ محمد، البيئة الجزائرية في ضوء التطورات التي نشير فقط إلى بعضها الآن، هل تبدو صالحة أو مهيئة لاستقبال هذه الانتخابات؟ الأمر متوتر ولا يحتمل التأجيل أكثر من ذلك، وإلا سيدخل في مرحلة الفوضى. لا يمكن أن يكون هناك تظاهرات بشكل أسبوعي أو يومين في الأسبوع، الثلاثاء للطلبة وبعض الناشطين والحراك الشعبي يوم الجمعة. لا يمكن أن يكون هناك استمرار لهذا الأمر بالشكل الذي تقبله السلطة الجزائرية. الأمر في النهاية يبدو أنه يريدون التخلص من هذه الإشكالية بأي شكل كان، وليس فقط إنهاء التظاهرات. المهم هنا في وجهة نظر السلطة الجزائرية أن يكون هناك رئيس للبلاد، أي رئيس أيا كانت الظروف التي سيأتي فيها، أيا كانت البيئة التي ستستقبل هذا الرئيس، يعني وكأنها ستكون انتخابات بالإكراه، يعني إن لم تكن محل توافق. الأمر هنا في النهاية متروك أو الصناديق تحسم عدد الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات، من هم المرشحون؟ يعني لو أن المسألة على هذا النحو أستاذ محمد، كان هناك موعد أيضا وفق الآجال الدستورية في شهر يوليو الماضي، وأثرت السلطة الحاكمة في الجزائر ألا تجرى الانتخابات في ذلك التاريخ لأن التوافق لم يكن حاصلا بشأنها، ما هي أوجه الاختلافات بين يوليو الماضي وأكتوبر حيث نحن الآن؟
أوجه الاختلافات هو أنه تمت إجراءات بتشكيل لجان، تم التباحث مع كافة الممثلون للحراك الشعبي في كافة الولايات الجزائرية، تم استقراء الأوضاع، تم تثبيت أيضا لا ننسي قبضة السلطة الأمنية وبحماية ودعم من الجيش الجزائري القوي منذ البداية، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تكفل للسلطة الجزائرية فرض، وأقول فرض، الموعد الذي تريده وفق الأجال التي تقررها من أجل إنهاء حالة الفراغ الدستوري الكبير الذي تم، حيث أن الدستور الجزائري يفرض وجود رئيس للجمهورية، وهذا الأمر تم تجاوزه، وتم تجاوز الأمر أيضا في بعض التعديلات، وخاصة في تعديل حقيبة وزير العدل بهدف مكافحة الفساد والإنهاء إجراءات مكافحة الفساد وفق ما طرح. هناك من يقول أصلا إن الإطاحة بأحد الوزراء بقرار منفرد من رئيس الدولة هذا فيه تجاوز أصلا للصلاحية الدستورية المخولة له باعتباره رئيسا مؤقتا قائما فقط على تصريف شؤون الدولة لحين إجراء انتخابات والإتيان برئيس دائم، لا الرئيس المؤقت مس ولا رئيس الحكومة السيد نور الدين بدوي أيضا، وكان من بين المطلوبين لئلا يكون ضمن المرحلة الانتقالية أتى أحد على ذكره، ولا هناك الإجراءات التي تضمن وفق الأحزاب وفق المتظاهرين والمعتصمين إجراء هذه الانتخابات في ظروف طبيعية. دعني أقول الأمر كان فرضا وليس اختيارا، فكان فرضا على رئيس المؤقت أن يقوم بهذه التغييرات، فهناك كان تباطؤ كبير في ملف مكافحة الفساد واضطراب حقيقي في كيفية توجيه الاتهامات لرموز كانوا يحكمون الدولة ويتحكمون في مخدراتها، وخاصة فيما يأتي أيضا فيما يخص وزير العمل، كان هناك مشاكل عديدة فيما يتعلق بالتوظيف وحركات الشباب، ورأت السلطة أنه كان الاختيار الأفضل، حيث أن أيضا الدستور لا يمنع في بعض الحالات أن يكون هناك تحرك إذا ما تم تهديد أركان الدولة الجزائرية، وهذا ما يحدث الآن بالفعل. إقامة الانتخابات أعتقد أنها ستجرى في الميعاد الذي تم تقريره، ولكن هناك عوامل عديدة ستتدخل، نسب المشاركة، حجم الرفض الشعبي على الأرض، أو لكي أكون أدق، حجم رفض الحراك الشعبي على الأرض، القوة التي سيتمتع بها الأمن ودعم الجيش الجزائري لإقامة هذه الانتخابات في كافة الولايات المتعددة، السيطرة على بعض التظاهرات أمام اللجان الانتخابية، الأمر ليس فرضا ولكنه جبرا على السلطة الجزائرية أن يتم إنهاء هذه الحالة التي تمر بها حاليا. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عز الدين، نائب رئيس تحرير الأهرام، منضما إلينا عبر الهاتف.